نتكلم عن نقطة أنا والعيال، اللي هي الأسماء، أسماء البنات الجديدة اللي هي عريب وتولين ومجدولين وتماضر ولمار وكيان يقول ما يصلح إذا كبرت. نا هذا مو يعني أنا هذه إذا صارت جدة، مين بدي جداتنا شيلة منيخل ودراعة ومعاضد حقت جيم اوف ثرونز؟ لا، هذه جدتهم تقعد في الصالة حاطة رجل على رجل، لابسة بجامة ميكي ماوس معها مق. هذه توري أحفادها الصور وقال لك كذا، تقول هذه أنا وخالتكم فلانة، وصورها يوم أنا حاضر ماجد المهندس ولاحقة على فتح رياض بارك. غير يختلفون يعني، جدتهم تفتح الدولاب توريهم صور بي تي اس وأول شوز الفي شرتها، وأحفادها يقولون احلى بانكيك اللي تسوي جدتي لمار. يعني مو على قدر الاسماء اول، يعني منيره، لولوه، جواهر، حصه، نوره. يعني منيره واضح 45 قدر مرقوق في 5 دقائق، ولا هي ذي 150 دله قهوه، نص عويدي نص هيل. جده جده وعندها سواليف صح، كانت تطلع عليهم في معركة سبلة مزبلة 2 من رجالات الملك عبد العزيز. يعني حتى اللي جيت توحم انها تاكل جدار، يجون بكرة ما يلقون المقلط، انها تلحس مقضب سيف. واحد من الحين زوجته متوحمة بباسكر روبنز، يقول كل يوم نروح نوقف، ايش بيطلع ولدهم؟ هذا بيطلع راعي حروب، حتى مقاطع ما يقدر. واحد ما يقول جدتي متوحمة انها تسف باروت حق بندق. ايه بعد الجدات تقعد تفتر في البيت كأنها جهاز اذكار. ما عاد بلا ميب على اسمها، هي ميب اسمها حنا ما عاد. تخيل جدتي